كل شيء تمام. طبعا ثاني مرحلة في السيارة لسه نتعود عليها. كنا نقدر نسوي أوقات أسرع اليوم بس تأخذ ريسك أكثر، ما نحتاج ناخذ ريسك، نخلص الرالي هذا ونستفيد منه خبرة. المركز الثاني ونشوف لسه الرالي طويل. ستيج مرحلة أمس كانت تقريبا طعوس أكثر، هذه أكثرها طعوس على سرعة عالية فتصير فيها خطر، فيها طيحات. أتوقع هذا الفرق بين الثنتين.